بس انت مجموعتك قوية كابتن، ارجنتين، مغرب، اوكرانيا، تتوقع انه ميسي سيشارك مع الارجنتين؟ انا سمعت هذا الخبر وممكن يشارك ميسي، اما شارك ميسي هاي بلوة ما اتمناها، لان 11 لاعب الارجنتين سيقطعون كرة من ميسي على مود صورة تاريخ كابتن تاريخ وعوف المنتخب البلد وعوف 10 لاعب تكلمنا بيها قلنا هاي طامة كبرى دام ميسي شارك. زين لو مو صعبة يعني العفو مو صعبة مو صعبة والله صدقني إذا قلت لك يعني، والأرجنتين هم في تصفيات السابقة طلع بسهولة مع الفرق أحد فرق لو تونس لو المغرب ما أتذكر أنا زين يعني. أنا أريد أسألك عن الاستعانة بكادر كاساس مع راضش نيشل إبعاد الجهاز المساعد للأولمبي، شلون شفته؟ شلون استقبلته؟ يعني ما أعرف أنا هي تبغى وجهة نظر الكابتن راضي مو أنا يعني أحيانا ما أعرف، انت لو اغلب اللاعبين هم يمكن 6 الى 7 يمكن بالمنتخب الوطني هم من الاولمبي.